أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أتأمل معك بسرعة في بعض نقاط مزمور 141. مزمور 141، شخص يصرخ إلى الرب في تجربة، شخص في تجربة وبيطلب معونة سريعة من الرب، وهو بيطلب هذه المعونة بيركز على بعض الأمور الهامة. يعني أنت لما تبقى في تجربة تصلي وتركز على هذه الأمور. اتعلم من مزمور 141. أول حاجة، اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. يعني لما بيبقى الشخص تحت ضغط، لما بيبقى الشخص في تجربة معينة، في ضيقة معينة، مهم جدا ان يصلي بتركيز من اجل كلامه. لان لما تبقى مضغوط، لما تبقى في ضيقة، ممكن يطلع منك كلام تندم عليه بعد كده، ممكن يطلع منك كلام في مثلا جارح لزوجتك، لأولادك، وأثر الكلام ده يعيش، وممكن يعيش أيام، وممكن يعيش سنين. فأنت لما تحس إنك أنت مضغوط، لما تحس إن في حرب عليك، تصلي هذه الصلاة: يا رب اجعل يا رب حارسا لفمي، يعني احميني من ان اتكلم كلام يؤذيني او يؤذي من يسمعني. احميني يا رب من ان انا اتكلم كلمات تخدم مخططات ابليس، سواء مخططات ابليس ضدي او مخططات ابليس ضد اسرتي او ضد اصدقائي. اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. باسم الرب يسوع نتمتع باستجابة لهذه الصلاة. وفي أي وقت تحس بقى انك هتغضب، تذكر هذه الآية وصلي بها. يعني انا هغضب الوقت وهتكلم كلام وانا غضبان، يبقى لازم اقول له: يا رب اجعل يا رب احميني من اني اطلع كلام لصالح ابليس، احميني ان انا اطلع كلمات تحقق مقاصد ابليس، احميني ان انا اطلع كلمات تضرني او تضر حد. اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. الحاجة التانية، زي يا رب ما تحفظ لساني، احفظ قلبي. لان في وقت الضيقة او في وقت التجربة، ابليس بيضغط على الانسان عشان قلبه يميل لحاجة غلط، لمحبة غلط، لعلاقة غلط. فهنا بيقول له: لا تمل، لا ما تميلش قلبي الى امر رضيء. باسم الرب يسوع، يعني دي لازم صلاة للفم وصلاة للقلب، دي لازم نصليها باستمرار. ولكن نركز على الأمرين دول لما نبقى في ضيقة أو في تجربة. نقول: يا رب احفظ فمي واحفظ قلبي، مش عايز أميل لحاجة غلط، مش عايز أحب حاجة غلط. لما تبقى مضغوط، لما تبقى في ضيقة، الشيطان عايزك تجري على علاقة قديمة سبتها، عايزك تطلع من الإحساس بأنك مضغوط بخطية. فعشان كده الصلاة دي مهمة جدا جدا: لا تمل قلبي إلى أمر رديء، يعني امنع قلبي أنه يميل إلى حاجة غلط. حاجة كمان نصلي من أجلها، يقول كده: ليضربني الصديق فرحمة، وليوبخني فزيت للرأس. يعني كانوا بيستخدموا زمان زيت الزيتون، يتهنوا بيه وشهم ورأسهم. ليه؟ عشان الجفاف، عشان يزيل أي جفاف في الجلد، عشان يحافظ على الجلد، عشان يدي منظر.
فهنا بيعتبر في صلاته أن لما يجي له توبيخ من شخص بيحبه ومن شخص أمين ده هيفيده جدا. بس إحنا لما بنبقى مضغوطين لما بنبقى في تجربة نبقى مش عايزين نسمع نصايح، لا هنا بيصلي بقى أنه عايز يسمع، يقول كده ليضربني، يعني لو الصديق ده اللي هو شخص مخلص شخص أمين هيكلمني كلام جامد زي الضرب، دي تبقى رحمة ليا في الوقت ده، لأني محتاج لشخص يوبخني، لشخص يصحح مصاري، ليضربني الصديق فرحمة، يعني الضربة بتاعته تبقى رحمة بالنسبة لي، وليوبخني، ده كأنه بالظبط يعني زي ما زي بالظبط ما بتغسل وشك، يعني هي توبيخ الشخص الأمين ليك، حاجة كده صحصحك وتبقى مفيدة ليك. طبعا دائما توجيهات الآخرين مفيدة، لكن تبقى مفيدة أكتر في وقت الضيقة، لأن في الوقت ده أنا مش عايز أسمع من حد. فعشان كده هو بيصلي أنه يقدر يسمع، ونقدر يسمع حد بيقوله أنت غلطت في كذا، فعايز بيصلي أن يقدر يسمع عشان يستفيد من النصيحة، وبيصلي أن يشوف النصيحة اللي شكلها أحيانا ناشف أنها رحمة وأنها زيت للرأس. صلي كمان في الوقت ده من أجل أن احنا ما ننخدعش، فبيقول له كده احفظني من الفخ. فخ في الكتاب تكلم عن حاجة خادعة، لأن الطائر بيقع في الفخ ليه؟ لأنه بينخدع. باسم الرب يسوع حماية من كل خداع. لما بنبقى مضغوطين، لما تبقى مضغوط كده وشحنك مضغوط سهل انك تنخدع، عشان كده مهم انك تصلي مادام عرفت ايه نقط ضعفي وانا مضغوط، الكلام، ميول القلب، ان انا ما اسمعش نصيحة وان انا انخدع، يبقى اصلي في النقط دي. لما ابقى في ضيقة اتعلم المزمور 141، لما ابقى في ضيقة اصلي من اني ما اتخدعش، لان سهل ان انا انخدع لما اكون تعبان، لما اكون متضايق، لما اكون حزين سهل. فانا الوقت في الظروف صعبه يبقى اصلي من اجل الا اخدع، واصلي اني ما اقبل التوبيخ، واصلي من اجل قلبي مشاعري ما تملش غلط، واصلي من اجل لساني اني ما يطلعش كلمات تؤذيني او تؤذي غيري. عزيزي المشاهد تعال معي الآن إلى سفر الخروج أصحاح 33، بنكمل التأمل في موسى والشعب والشريعة والعهد وعبادة العجل الذهبي، كل ده بنتأمل فيه في من خلال أصحاح 33. كل الأحداث دي متجمعة في الأصحاح ده، وقلنا في الحلقة اللي فاتت ان الرب قال لموسى خلاص وجودكم في جبل حوريب مدته قاربت على الانتهاء، اتحركوا بقى عشان هديكم ارض كنعان اللي وعدت ابائكم بيها. وقلنا في كلام الرب هنا لموسى حاجات رائعة جدا، بيقول له ان انا هحقق الوعد، ودي حاجة رائعة ليا ان دايما الرب بيحقق وعوده معايا وما شكش ابدا، ولما يتاخر اقول ده مش تاخير، الرب يحقق الوعد في الوقت الصح، زي ما قال كده لحبقوق زمان ان توانت فانتظرها فانها تاتي اتيانا، اللي هو تحقيق الوعد هياتي اتيانا ولا يتاخر. الحاجه التانيه اللي الرب قال له عليها ان انا هبعت معاك ملاك عشان يسهل لك الامور، عشان يحميك في وقت الخطر. واحنا نشكر الرب لان الملائكه مرسله لخدمتنا، زي ما بتقول رساله العبرانيين في الاصحاح الاول. يعني ايه ملائكه بتخدمنا؟ يعني انا واثق ان الرب بعت لي ملائكه عشان تسهيل اموري، لازم واثق ان الرب بعت لي ملائكه عشان تحميني في وقت الخطر.
ملائكة لخدمة المؤمنين. وإيه كمان من الحاجات الكويسة اللي الرب قالها لموسى؟ قال له إن أنا كمان هوديك الأرض اللي وعدت أبائك بيها، والأرض دي فيها بركة وتستمر فيها بركة، بيقول له إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. طبعا البركة بتضيع من أرضي لما عيش في الخطية، لكن لما أكون بتوب عن الخطية البركة تستمر. لازم تبقى مصدق إن البركة هتستمر في حياتك طول ما أنت باصص للرب، طول ما أنت ضد الخطية. وإيه البركة دي؟ البركة هنا ثلاثية، فيها فيض تفيض، يعني فيها كسرة، يعني زي ما بنقرأ في سفر ملاخي ما نلاقيش مكان نحط فيها، نحط فيه الحاجات اللي الرب بيباركنا بيها، يعني كل ما نلاقيش مكان ليه تكتر لدرجة ما فيش مخازن تشيلها. تعبير قوي هنا، إلى أرض إيه؟ تفيض. يبقى دي أول حاجة، بركة ثلاثية فيها لبن، تفيض لبن. وقلنا إن اللبن بيتكلم عن الغذاء اللي بيحفظ صحتنا، الغذاء اللي بينمينا ويكبرنا. فالرب دايما هيباركنا باللبن، في سواء في الدائرة الروحية أو في الدائرة الجسدية. في الدائرة الروحية دايما يدينا طعام روحي يحمينا بيه من الأمراض الروحية ويكبرنا بيه، ده اللبن. وفي الدائرة الجسدية الرب بيدينا طعام، الطعام ده يقوي مناعتنا ضد الأمراض ويحافظ على صحتنا ويجدد حيويتنا، ولو أنت في طور نمو تنمو بيه. يبقى لأرض تفيض لبن، بس مش لبن بس، هو عسل، والعسل يتكلم عن الحاجة الحلوة. والرب دايما يباركنا بالتمتع، دايما في تمتع في العلاقة مع الرب، تمتع وانت بتصلي، تمتع وانت بتدرس الكتاب، تمتع وانت بتروح الكنيسة، تمتع وانت بتخدم، تمتع بقى ده في المجال الروح، في المجال العملي تمتع في عملك، في حلاوة. لازم تطالب الرب ان شغلك يبقى فيه عسل، يبقى فيه حلاوة. لو انت طالب او طالبة بالذاكر او بالذاكري، لازم اطالب الرب ان المذاكرة بتاعتي يبقى فيها عسل، يبقى فيها تمتع. في فرق بين واحد بيذاكر وهو متضايق ومضغوط، وواحد كده بيذاكر وهو متمتع. باسم الرب يبقى في عسل في امورنا العمليه، وعسل ناخده مش من ابليس، لا، عسل ناخده من ايد الرب. الرب قال حاجات كويسه لموسى، بس زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت ان فاجئه بحاجه وحشه او حاجه متعبه او حاجه تخض. قال له ايه بعد ما قال له الحاجات الحلوه دي؟ قال له بس خلي بالك يا موسى، انا مش هبقى في وسطكم، لن أصعد في وسطك. ليه؟ لأنك شعب، بيكلم الشعب، بيكلم موسى كنائب عن الشعب، لأنك شعب إيه؟ صلب الرقبة، يعني رقبتك ناشفة، والرقبة الناشفة يعني رقبة غير خاضعة، ما بتميلش. لأن زمان ده تشبيه من الحيوانات، الحيوان عشان يخضع للمزارع لازم يحني رقبته كده ويتحط فوق الرقبة النير، حاجة اسمها النير كده، فهو المزارع يقدر يقود الحيوان كما يشاء عشان الحيوان رقبته اتحطت عليها نير. لكن تبقى الرقبة مش بتميل، هنا يقولك رقبة صلبة كده، يبقى ما فيش نير، يبقى ما فيش خضوع. فلأن الشعب ما عندوش خضوع، أنا مش همشي في وسط، مش هبقى في وسطه. دي الحاجة اللي تخض موسى، وطبعا قالها له ليه؟ بسبب اللي عمله الشعب. شعب ما خضعش لكلمات الرب لما قال له اوعى تعمل تمثال، عمل تمثال. ليه؟ عايز يحس كده ان في إله جنبه، فعمل ممثل للآلهة، ممثل للإله، أو إله في ذاته، العجل ده عايز يحس بحاجة جنبه، حاجة آلهة جنبه. فعمل إيه؟ كسر وصية الرب غير خاضع، رقبته ناشفة،
كسر وصية الرب وعمل العجل الذهبي. نتيجة لكده، طيب انت مش عايز آلهة جنبيك، انت كده بتفقدني وسطيك، مش هتلاقيني وسطيك. عزيزي المشاهد، شيء صعب قوي 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 العبارة دي، اني لا اصعد في وسطك. يعني الرب قال لهم اديكم الارض، ارض كنعان، وتفيض لبنا وعسل، وهبعت لكم ملاك يسهل طرقكم ويحميكم الاعداء. بس كل ده زي ما قلت لك يبقى ملوش قيمة لو الشعب اتحرم من حضور الرب في الوسط. شيء صعب، يعني اصعب حاجة انك انت تتحرم من التمتع بالرب، من حضور الرب، شيء صعب جدا. مفيش حاجة تعوضه على الاطلاق، مفيش حاجة تعوض تمتع المؤمن بحضور الرب. لازم لما تحس كده ان عبادتك بقت جافة ومفيش تمتع ومش حاسس بالرب، تبتدي تصلي وتقول يا رب لا تحجب، زي ما في المزامير، لا تحجب وجهك عني، انا عايز حضورك يا رب. حضورك، حضورك ده هو اللي بيعمل الفرق. ايه قيمة الحياة بدون ان انا احس انك معايا وانك ماشي معايا وانك بتمتعني بدفء حبك؟ ايه قيمة الحياة لو خدت كل حاجة وحرمتني منك؟ ايه قيمة كل ده؟ ولا ليه اي قيمة. بس الرب بيقول هنا ده تمن، او ده نتيجة انك شعب مش خاضع، نتيجة انك شعب عايز اله اخر غيري. لما اب عايز اله اخر غير الرب، مش هتمتع بحضور الرب. يعني ايه هو الاله؟ شرحنا ده كتير. اله الحاجة، اكتر حاجة بتحبها، الحاجة اللي تبقى كده مشغول بيها صبح ظهر ليل ومركز عليها وبتحبها، خدت مكان الرب، هو ده الاله. لو ده موجود، يعني ممكن الشغل يبقى الواحد كده دايما الشغل في دماغه صبح ظهر ليل، وهو بينام ممكن يحلم كمان بالشغل، الشغل خد مكان الرب، شغل بيحب الرب، بيحب الشغل اكتر من الرب، الشغل بإصامة بالعجل الذهبي. لما تبقى كده هتتحرم من التمتع بالرب. اي اله عايزه جنبيك هيحرمك من وجود الرب. انتوا جبتوا عجل ذهبي عشان يبقى جنبيكم، هتتحرموا من وجودي في الوسط. دي نتيجة انك شعب ايه؟ يقولوا شعب رقبته ناشفة، رقبته صلبة كده، مش عايز ينحني. عزيزي المشاهد، اوعى تكون راسك ناشفة، اوعى تكون عنيد في امور روحية. لما تسمع الكلمة وجاية لك من الرب، تنازل عن رأيك، تنازل عن رأيك، كفى عناد. العناد هيحرمك من حضور الرب، من ان الرب يبقى في بيتك في الوسط. ولما تتحرم من الرب، حياتك هتبقى ناشفة قوي وجافة قوي وملاش معنى. باسم الرب يسوع، لا تكون لنا هذه الرقاب اللي مش عايزة تنحني. انحني وقول انا غلط، انحني وتراجع عن قرارك الغلط، انحني. الرب بعت لك اكتر من واحد يقول لك ان اللي انت بتعمله غلط، ما تعملش زي الشعب اليهودي، بلاش الراس النشفة. مدام الرب بعت لك اكتر من شخص، اسأل الرب، قول له اللي انا بسمعه ده من ايدك او من فمك؟ لو من فم الرب لازم تحني راسك، وإلا ستفقد حضور الرب. زي ما حدث سنة موسى سمع هذه الكلمات، قال له لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، ولو أنا في الوسط هيجي لك تأديب ضخم جدا مش هتقدروا عليه. ليه؟ لأنك مش عايز تخضع، مش عايز تتوب، مش عايز تقول على الغلط غلط والصح صح، عايز تظل كما أنت كده بتلاوع وتعرج بين الفرقتين وعنيد. باسم الرب يسوع نتوب عن خطية العند، ونتوب عن مقاومتنا
للروح القدس. يعني زي ما استفانوس كان بيقول لهم، يعني لما استفانوس واجه المتدينين اليهود، تقرا ده في اعمال الرسل، قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا تقاوموا يا قصات الرقاب، شوف الرقبة القاسية مش تنحني، أنتم دائما تقاومون الروح القدس. عزيزي المشاهد، لا تقاوم الروح القدس، رجاء لا تقاوم الروح القدس. لما تدخل الكنيسة تسمع عظة بتشاور على خطية فيك، اوعى تقاوم الروح القدس، تجاوب، اعمل اللي الرب بيقوله لك، توب عن الأمر وصلح اللي عملته من أخطاء سابقة، ولا تتشبث برأيك، وإلا هتبقى من قصات الرقاب. يا قصات الرقاب أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباءكم كذلك أنتم. يعني افترض أنك أنت جاي من عيلة بقى كلها عنيدة، طب انت خلاص انت اتغيرت، انت جيت للرب والرب فتح قلبك وسلمت حياتك ليه وجواك الروح القدس، سيب الروح القدس اشتغل جواك واطلع من العند، قول كده باسم الرب يسوع اتخلص من العناد الذي ورثته عن ابائي باسم الرب يسوع. هنا استفانوس بيقول لهم كما كان آباءكم كذلك أنتم. بس خلي بالك إن آباء دول هم نفسهم آباء استفانوس، هم نفسهم استفانوس من نفس الشعب، إنما بيقول لهم أنتوا زي آباءكم، كما كان آباءكم كذلك أنتم، أنا تحررت من هذا الميراث السيء باسم الرب يسوع، نتحرر ونتخلص تماما باسم الرب يسوع من أي ميراث سيء ورثناه عن آبائنا باسم الرب يسوع. وباسم الرب يسوع لا نكون أبدا معاندين مقاومين الروح القدس، باسم الرب يسوع نحني رقابنا للرب، نخضع له. عزيزي المشاهد، أكمل معاك في الحلقة القادمة، إلى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.